السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. خوف وغريب تاهل 2008 فحص شامل. طبعا الى الان داخل الماكينه هنا ما فيها اي شيء. طبعا رجع فحص كمبيوتر برا طاح في اكواد، لكن ارجع افحصه مره ثانيه. ايضا هنا ما عنده اي مشاكل، لا تهريبات ولا شيء، ولكن سمعت ان صوت كذا خشونه في البكرات. راح نرجع الان السياره برا وفك السياره ونشوف اي بكره منها، حقه الشداد او حقه الديل ترمبه المويه. ايضا اسفل ايضا برضه في المنفوخ. طبعا فحصنا من اسفل، بفضل الله ما عنده العافيه كلها، ولكن فقط عنده تهريب. بس التهريب الان هنا محتارين فيه، هو من صفه المحرك الخلفيه او صفه الجير الاماميه، او من نفس المبرد. او طبعا هذا ما له مبرد للاسف، لانه استخدام امريكي، حاط لك بس زي الغطاء على مكان الماسور حق التبريد اللي هو حق السيفون. فصار انا هنا في تهريب، هنا في تهريب وما تدري من وين، وانا اجزم من التهريب الله اعلم من المبرد هذا، وينزل اسفل مع الحركه. انا كان ودي اني اغسل السياره عشان يتابع التهريب من وين بدايته. طبعا الرجال هو مغير الوجه الكارتير ومغير جدة الشخان وترمبه الزيت، فاتوقع ان الوجه ان حق الكارتير جديد. بس انا برضو عندي شك انه الزيت برضو من الكارتير من اسفل او من اعلى من جهه اليسار في تهريب، لانه لو كان السيفون في تهريب ما كان يروح للامام. فاتوقع ان الله اعلم يا انه شد او انه يحتاج الى تغيير وجه، او انه ما غير وجه الله اعلم. طبعا الرجال مو متاكد هو غير وجه ولا لا. العموم هنا في تهريب الان، واجراء الصح اول شيء نغسل السياره ويتاكد من وين مصدر التهريب من البدايه، هل هو من الكارتير ولا من الغطاء حق المبرد حق السيفون، او من الصوفه الخلفيه حقت المحرك. اما في الخلف في الجير ما في عنده اي مشكله، لا كراسي لا اي تهريبات ولا شيء. ايضا عنده مشكله في كرسي الماكينه. بالله عشك يا سياره، شغل السياره وعشك دي شويه عشان افحص الكرسي. طبعا الكرسي عندي هنا مضروب، فصار لما يعشق السياره ويعطيها شويه باور الجير الكرسي يتحرك. لاحظوا معي، فان شاء الله راح نقوم باستبدال الدينامو او تغيير الدينامو. هذه الحركه تعطي عدم انتصاف ال، شوف حتى يفجر. روح خلينا نشوف حركة المحرك. يعني حتى مبين معاك انه مع الدعسة الضربة حقت الماكينة تحس انها في البودي ويرتفع معاك الاعلى. عيد عيد بالله، شوف هنا فوق. فهذه المشكلة، الرجة هذه ممكن تسبب لها تهريبات في الصورة في الامامية والخلفية. فالان عنده مشكلة في الكرسي اليسار، وهذا غالبا يخرب، لانه جهة اليمين ما يخرب، لانه اليمين ركيزة، هذا اللي هو يعطي عملية الحركة، وهذا دائما يخرب. ايضا عنده فيه خشونة شوية كذا في البكرات، راح انا افك الهواية راح ارجع وافك السيور ونشوف وين المشكلة منها. طبعا جيني نشيك. طبعا معلومة بس ما ادري والله، فلتر الهواء ما قد تغير منذ سنوات، وهذه مشكلة. ولاحظوا عندنا هنا البوابة وغبار مع الترسبات، يعني أنا بعرف كيف تكون صلبية البنزين بهذا الشكل. البوابة من الوراء من الخلف ومن الأمام شكلها ما عمرها تنضبط صح؟ أيضا نشوف هنا المجرى. انا لا اعرف دائما في زيوت، لكن طين بهذا الشكل شفتها على الكاميرا والكوريلا اللي جتني اكثر من مره، لكن في التاهل يمكن اول مره اشوف هذا حركه طين في المجرى المثلج. لكن يلا عيش. الان بعد التنظيف البوابه يلا العموم هذا الان ما ادري احس التصوير مو صحيح. اليوم الان نظفنا البوابة او مجرى البوابة، نظفنا حساس الهواء الثلاجة، نظفنا حساس هواء القربة، ونظفنا البوابة. وهذا البوابة بعد التنظيف. فكينا السيور عشان تتبع له الصوت الخشني اللي كان موجود مع التشغيل. طبعا هذه فيها فضاوة
ولكنها ما فيها صوت خشن منها، بس شوف التراب اللي فيها بكرة الشداد. لكن المشكلة عندنا هنا في بكرة الدينامو أو الترمبة الموية، لو تلاحظون في صوت زي الحكة، المفروض تكون حركتها ناعمة، وهذه بداية تلف الرومانات الداخلية، بس بتعيش معه. ولكن يعني يحذر إذا صار فيه تهريب عنده موية يتأكد منها إنه صار هنا في خشونة. وأيضا عندنا هنا، بس خلي السيارة تروح، عندنا هنا الدينامو ما هي عطلانة ولكن فيها صوت صرصرة في الرومانات، وهذه سهل، فقط تغير فكر الدينامو، وعند أي كهربائي يغير لك الرومانات أو البرنجات يا الأمامية يا الخلفية. اسمع صوت، صوت زي صرير الصرصار أو زي الصرصير أو صرصرة بسيطة، وهذا الرومان بس فقط فيها. وهذه بداية خشونة، بداية تلف الرمان الترومبا. صح ما في تهريب، ولكن المشكلة في الرمانات، هذا الصوت الخشن اللي دائما يطلع في المحركات. وأنا دائما أقول إذا عندك صوت غريب في المحرك أفصل أو فك السير وشغل، إذا اختلف معاك الصوت وصار أنعم معناته المشكلة من البكرات أو من السير، إذا استمر معاك ما تكون المشكلة داخل المحرك. سوينا تشيكات وتنظيفات على البوابة، الآن راح أسوي بس برمجة للبوابة ونطلع تجربة على الجير ونشوف إذا كان في مشاكل أخرى لا. مع الفحص الكمبيوتر والفحص النظري كان فيه هنا تهريب شحم، والتهريب شحم للأسف من قطع الجلدة مقطوعة حق العكس، وهذه لما يهرب الشحم يدخل غبار أو الموية في العكوس أو في البلنجة ويخرب العكوس أو رأس العكس، فهذه أحد المشاكل اللي فيه. البقية كلها ذكرناها في المقطع. أيضا زيت الجير كان عنده زايد حوالي نصف لتر أو لتر، فالآن عنده كما ذكرنا يرسل التهريبات، يغير الجلدة، يسحب الزيت الزايد، وعنده كرسي الماكينة يحتاج يتغير. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.